حولت هيئة الإمارات للهوية اهتماما كبيرا بمواضيع الاستدامة من خلال طيف واسع من المبادرات البيئية المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية البيئية للهيئة، والتي بدورها ترتبط بشكل وثيق بخطتها الاستراتيجية 2010-2013. وتتطلع الهيئة من خلال عضويتها في مجموعة أبوظبي للاستدامة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تعزيز ثقافة الاستدامة البيئية من خلال إدارة المخاطر واستشراف الفرص المتاحة والتواصل مع الأعضاء الآخرين لتبادل المعرفة والخبرات وتفعيل مبادرات مشتركة، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال. انضمت هيئة الإمارات للهوية لعضوية المجموعة في أغسطس 2013، ولكن مبادرات الهيئة واهتمامها بمواضيع الاستدامة بدأ قبل نحو 4 سنوات بالتزامن مع إطلاق الهيئة خطتها الاستراتيجية 2010-2013 التي انبثقت عنها سلسلة من المبادرات والأنشطة تنسجم مع القيم الاستراتيجية للهيئة بصفتها مؤسسة مسؤولة اجتماعياً. لا شك أن مجموعة أبوظبي للاستدامة تمتلك العديد من المقومات والفرص التي ستمكنها من إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات البيئية المؤثرة والفاعلة خلال المستقبل القريب إن شاء الله، ولابد هنا من التأكيد على أهمية تكاتف الجهود لتعزيز ترابط المبادرات المؤسسية مع الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الاستدامة على المستوى البيئي في الدولة، وهو ما يتطلب إدراج الأولويات الوطنية في هذا المجال ضمن مبادرات الحكومة الإلكترونية والاستراتيجيات المؤسسات وخطوات تشغيلية. صاغت هيئة الإمارات للهوية استراتيجية بيئية محورها الاستدامة بهدف المساهمة بشكل فاعل ومجدي في تحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الدولة للتنمية الخضراء بمساراتها 6 المعروفة. كما تبنت الهيئة في هذا المجال مجموعة من المبادرات التي تندرج تحت 3 أهداف رئيسية تتمثل في أولاً تقليل التلوث والآثار البيئية السلبية الناتجة عن أعمال الهيئة، ثانياً زيادة الوعي البيئي وتبني نشر أفضل الممارسات البيئية، ثالثاً تحقيق التميز والحصول على التقدير المحلي والدولي للأداء البيئي. تتمثل أهم إنجازات الهيئة في مجال الاستدامة من خلال المساهمة في نشر ثقافة ترشيد استهلاك الموارد الغير متجددة في صفوف موظفي الهيئة، وتبني معايير المباني الخضراء حسب مواصفات الريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة في مبانيها، كذلك اعتماد التصميم المستدام في مبنى الإدارة الجديد في مدينة خليفة. كما تتضمن إنجازات الهيئة قياس البصمة الكربونية لمراكز الهيئة وبطاقتها الذكية، وتطبيق نظام إدارة البيئة في كافة مواقع الهيئة حسب مواصفات الآيزو 14001، وكذلك تبني نظام إدارة النفايات الصلبة ومبادرات إعادة تدوير مخلفات الهيئة. تتطلع الهيئة للاستفادة من مجموعة أبوظبي للاستدامة من خلال إتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للمشاركة في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستدامة التي تنظمها المجموعة، وتفعيل كذلك تبادل المعرفة في هذا المجال مع الأعضاء الآخرين من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات وإجراء المقارنات المعيارية، فضلاً عن تمكين الهيئة من قياس وتقييم أدائها المتعلق بالاستدامة من خلال التقارير السنوية التي ستساهم المجموعة من خلالها في نقل المعرفة لموظفي الهيئة حول آلية إعدادها وتعميمها والتفاعل معها.